عندي طبق بطاطس النهارده. الاطفال ما بيحبوش السمك، بيعترضوا دايما على اكله السمك، عايزين فراخ كريسبي، عايزين الجمبري المقلي. النهارده ما فيش جمبري، فنعمل لهم طبق بطاطس حلو كده بشكل تاني خالص، وبمدرسه تانيه اسمها بطاطا بالكزبره والثوم. مقاديرها على الشاشه. بطاطس يعني ماشي عشان بس اخواننا الشوام. بطاطس حاضر، عينيا حاضر. بطاطس اهي متقطعه مكعبات، فلفله حلوه، كزبره وشبت وتوم، كل المقادير دي. ومعانا طاسه ومعانا الزيت هنا بيسخن. اخبارك ايه؟ زي الفل. نوع بطاطس انا بحبه دايما مع السي فود، والمقادير على الشاشه اهي. يلا العب 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 يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده، النار ما بتحرقش مؤمن. الله الله عليك وعلى والديك. العب العب. خلص الكلام. معانا الطاسه بتاعتنا اللي هنحضر فيها أكلة السمك هنا. حلو الكلام. عايز أعمل شوية بطاطس النهاردة. البطاطا دي أو البطاطس يعني، عشان معلش أنا لما بقول بطاطا يعني إخواننا في الشام بيقولوا عليها بطاطا، وفي الدول العربية البعض منهم. هي بطاطس بتاعتنا الجميلة الحلوة، بتتقطع مكعبات وبنقليها في قلب الزيت تلات أرباع تحميرة. بتكون مجهزين لها خلطة لطيفة كده بتدل الخلطة دي على حبك للمطبخ. بعض يعملها كزبرة خضراء ودبس الرمان وتوم وزيت زيتون، بعض يعملها زبدة وبقدونس، بعض يعملها زبدة وريحان أخضر، بعض يعملها صلصة البيستو اللي هو ريحان مع لوز متقشر وينضربوا في الكبة وياخدوا توم أو ما ياخدوش توم. كل التفاصيل دي مختلفة، ولكن أنا عاشق لنوع البطاطس ده، وخاصة مع السي فود. ما بحبش آكل البطاطس المتحمرة. بطاطس بتتحمر كده على ما تاخد التحميرة بتاعتها. تعالوا نشوفوا هنبني إزاي الطعم في قلب الطاسة دي. أول حاجة بنحط زيت زيتون. حلو قوي. حاضر يا غالي، أنا عارف إن في سمك فيليه في الفرن. ربنا يكرمك يا رب، حبيبي اللي بياخد باله مني. هنحط شوية توب. أنا أحب دايماً الطاسة بتاعتي تكون سخنة. أحط على التوم الفلفل ده كده. دي مش هتاخد بصل، خلي بالك أهو. الله. أحط مكعب من الزبدة. حط شوية شبت صغيرين، شوية كزبرة خضراء طعم هنا اهو، كل الكزبرة دي اهو، ونسيب دول على النار كده. توابلنا ملح وفلفل، ملح وفلفل وبس. ممكن نحط شوية بابريكا معانا عشان تبقى شويه فيها سنه سبايسي، وهي بتتحمر في قلب الزيت. اعتقد ان هي اتحمرت خلاص، نصفيها من الزيت جيدا. نقلب التقليبه دي كده ونسيب الخلطه دي على النار علشان انا هقلبها مع البطاطس واغرفها. شفت الخلطه اللطيفه دي كده؟ تفاصيلها تاني معلش، انت ممكن تعمليها احسن مني على فكره، يعني انت ممكن تعمليها بشكل تاني وبطعم تاني. انا حطيت زيت الاول، وحطيت عليه التومه الحلوه مع شوية فلفلة خضراء مع البقدونس أو الكزبرة وشوية شبت قليلين، الحرامي ده بيسرق الطعم قليل منه. وبقلبهم كده مع توابلنا ملح وفلفل وبابريكا، والزبدة بتاعتي بنحطها هنا تدي قوام وتدي طعم. حلو قوي. نشوف البطاطس أخبارها إيه. زي الفل أهي. ناخدها ننزل بقى هنا كده، اللهم صل على النبي أهي. حلو. ونقلبها مع بعض، قلبها بحاجه كبيره، اللهم صل على النبي. ادي الكزبره بتاعتي. ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ دي ما بقتش بطاطس، دي بقى كباب حله. ياني 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 على شويه البطاطس الحلوين دول، اللي تاكلي صوابعك وراهم بالغلط. اعملها بنفس الطريقه كده وجربي. انا عارف ان المخرج دلوقتي بيقسم سيمفونيه على الشاشه، مايسترو على الشاشة. كل واحد في موقع عمله مايسترو. المخرج مايسترو، المنتج مايسترو، المصور مايسترو. نغرف مع بعض البطاطس. حابب اغرفها في الطبق ده كده.
ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده احنا يا عمي بطاطس مقليه كل يوم ماما تعملها. طب خليها تجرب دي كده مره وقولي رايك فيها. مش محتاجه حاجه هي خالص. اه تحب السبايسي يا حاج؟ احط لك قرن فلفل حار جنبيها. العب. اللهم صل على النبي. خلص الكلام.